صباح الخير يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده انا اتسألت كتير جدا 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 يعني عن الليفه السحريه دي سبونشه كده. في منها نوعين. انا الاول كانت بجيبها زي ما قلت لكم قبل كده سكوتش برايت، تمام، اللي هي دي ما بقتش بلاقيها، بس بقيت الاقي دي اللي هي جايباها من عند فتح الله. في ناس قالت لي ما لقيتهاش، دي متوفره جدا في فتح الله، في المنشيه، في الاماكن بيع الادوات المنزليه مليان مليان منها. دي ب 8 جنيه او 7 جنيه ونص. انا لما كنت بجيبها زمان كان فكري بس اللي هي للحيطان زي المرسوم كده، تمام. بس انا عايزه اقول لكم اللي انا لقيت ليها بتاع مثلا 150 استعمال. استعمالاتها كتير جدا 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 فوق ما تتخيلوا. والله انا نفسي انبهرت، يعني بجد فعلا سحرية سحرية. طيب انا بقى ايه، هدخل في الموضوع على طول علشان ما اطولش عليكم. بصوا انا عندي ده طقم كده استانلس، انا ما ب يعني ما بعملش، مش يعني مش بستعمله بقالي فترة، تمام. طبعا زي ما انتم شايفين لونه اتغير. بصوا انا ايه، هفتح لكم برضو دي، هعمل لكم دي شويه ودي شويه. دي الحاجات اللي هي متسخه قوي، وعشان دي لسه جديده هخليها لكم برضو بيضه للحاجات اللي هي مش متسخه قوي. بصوا هي مجرد في حاجات هنعملها وهي ناشفه، وفي حاجات هنعملها وهي مبلوله، هي من غير اي مسحوق خالص، ما تحطيش فيها اي نوع ولا بريل ولا اي حاجه خالص، هي بس شويه ميه. وفي حاجات هتعمليها وهي ناشفه خالص هقول لكم عليها. بصوا حطيت اهو شوية مية صغيرين. بصوا يا بنات شايفين اهو ده اللي هو البول دي. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي، ومتحسوا اللي هي مش بتلمع ولا حاجة. بصوا بمجرد اللي انا اعمل بدي، شايفين ياريت تكونوا يعني اخدين بالكم. هي على فكرة الليفة دي صديقة للبيئة، يعني ما فيهاش اي مواد كيماويه، ما فيهاش اي حاجه تاثر على الصدر مثلا، كيماويات، اي حاجه تاثر على الايد، اي حاجه. بصوا يا بنات بجد فظيعه. اهو ده اللي استلس. وعايزه اقول لكم على حاجه تانية كمان. بصوا شايفين اهو، شايفين بقت بتبرق. دي اول حاجه معانا، ده اللي استلس. او الفضه، لو انت عندك حاجه برضو فضه تحف وكده، فضه شايلاها بتخليها حلوه جدا. طيب بالنسبه كمان انا بحبها جدا جدا جدا، واكتشفتها اكتشاف في المرايات. المرايه بتاعتك لو هي ملطشه، بس انا للاسف ما عنديش مرايه، بس هو يعني ده تشبه المرايه شويه، ما عنديش مرايه صغيره. عايزه كنت اوريكم المرايه، لو انت ايديكي ملطشه، لو فيها اي مكان للميه لاي حاجه، وهي ناشفه كده، وهي ناشفه ما تبلهاش، وهي ناشفه امسحي بيها المرايه، في ثانيه هتخلي لك المرايه تحفه بجد، هتخلي لك المرايه بتبرق من غير ولا جلانس ولا فوطه ولا اي حاجه خالص بده، تمام. دي تاني فكره معانا للمرايه. بصوا انا كنت ايه، ده عامله كنت قايله لكم عليه قبل كده، مقطعه عليه قلقاس اهو. بصوا ده القلقاس هو اللي عمله لي ابيض كده، كان على الوشين. بصوا يا بنات انا بس مجرد اللي انا حطيتها بشوية مية على البورد اهو، شايفين انا كل انا عملت البورد دي بخل، عملتها بكلور، عملتها بكل الوسائل، برضو الابيض ده ما طلعش. شايفين اهو ده انا عاملاه من يعني من بدري. بصوا قلت اجربها على البورد، بصوا طلع ازاي اهو، خلت لي البورد زي الفل، اللي هو يعني القطاعة، تمام، حلوه جدا لحاجات زي كده. كمان عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه للكوبايات، المجات. بصوا يا بنات المج اهو ابيض، انا يعني حاولت اجيب مج، انا بشرب في مج، بحب المج الشفاف، بس ولادي اهو بصوا في ايه من جوه، تحسوا اللي فيه صفار، تمام. الصفار ده هنعمل فيه ايه؟ هنعمل ايه مجرد من غير بقى ما تنقعيه في خل ولا حاجه زي كده ولا اي حاجه، هنعمل بس شويه ميه اهو على الليفه، تمام. واروح اهي بصوا بقى شايفين المج، والله العظيم انا اتفاجئت.
اكنك حطيتي فيه كلور. طبعا انا ما بحطش فيه كلور، كان زمان امهاتنا كان يقولك الشاي والقهوه بيعمل ترسبات، حطي كلور. تمام، كانوا بيحطوا كلور زمان ايام مامتي يعني وجدتي وكده. بس بصوا دلوقتي عامل من غير اي نقطه، اي مسحوق، اي حاجه، المارك والله بقى اكنه لسه جاي، بقى مرايه يعني. تمام، دي برضو فكره معانا ممكن ان احنا نستعملها للمجات. طيب ايه كمان حاجه تانية مفيده جدا؟ بصوا يا بنات، انتوا في ساعات ايه بنجيب احنا العلب اللي هي بتبقى لونها ابيض وبيبقى ساعات فيها برضو شويه دهننه. تمام، بتبقى ايه، تحسي الملمس بتاعها مش حلو، وبصوا حتى من جوه لونها لازم برضو عايزه خل وعايزه كلور، وكلور مضر والكلام ده كله. اهي العلبه البيضه شايفين، هتروحوا برضو شويه ميه في الاسفنجه، وقعت مني شويه ميه في الاسفنجه اهو، وتروحوا عاملين بيها كده. انا طبعا بكلمكم بمنتهى الامانه، وانتوا شايفين قدامكم، انا قلت اعمل برضو عملي قدامكم علشان تشوفوا فوائدها بجد. دي لازم كلنا يكون عندنا في البيت. وكانت الاول للحيطه، بصوا يا بنات اهو، وحتى كمان هنشفها اهي، شايفين؟ يا رب تكون واضحه معاكم العلبه. العلبه بقت جوه متبرق وما فيهاش اي ملمس للدهون خالص، يعني ما تقوليش مثلا ان هي فيها دهون فيها كده، وحتى اللون بتاعها اللي هو اللي فيه كده اوف وايت كده ما فيش خالص، اكنك حطيتي فيها كلور. دي برضو فكره معانا اللي احنا ممكن نعملها بيها. الحاجه برضو يا بنات التحفه جدا اللي انا جربتها وعجبتني جدا، وكان كذا حد من صحابي سالني قالوا لي يا غاده عايزين حاجه للشنط الفاتحه. بصوا الشنطه تحسوا برضو اللي هي مع الاستعمال فيها حاجه، الشنط الفاتحه بالذات، وطبعا الشنط الغامقه السوداء اي حاجه بتلمعها بتخليها تحفه. بس بصي الشنطه اهي لونها عامل ازاي، بمجرد بصوا والله، بس انتوا تحطوها عليها. انت اكيد ايه كان فكرك ان الشنطه نظيفه؟ لا انا كان فكري كده، بصوا هوريكم السبونش عامله ازاي، بصوا شايفين؟ يعني بجد خلت ال اهي، هجيب بس فوطه امسحها واوريها لكم اهي يا بنات. بصوا الشنطه بقت عامله ازاي، والله بجد اكنك لسه جايباها جديده. يعني انا كان فكري ان الشنطه نظيفه، ما كنتش يعني دي كان بقالها فتره وفكري اللي هي نظيفه، لا طلعت مش نظيفه. شايفين حاجات اللي انت ممكن يعني انا قدامك بتبقى الحاجه نظيفه، بس لما تعملي بالسبونشه بيبان اللي هي مش نظيفه، والسبونشه طبعا ما بتكدفش. دي فكره تانية معانا للاستعمال الليفه السحريه. في حاجة تانية برضو مهمة قوي يا بنات عايزة اقول لكم عليها. بصوا يا بنات، بالنسبة للمكوى، انت بقى لو عندك مكوى فيها حروق برضو، ساعات اللي احنا لما بنكوي بنبقى المكوى فيها حروق، برضو حطينا شوية مية وعملنا كده من غير اي سلكة اي حاجة خالص، وتعملي كده في المكوى. بصوا في فرق بين الحروق، يعني دي خرابيش، دي خرابيش. بصوا المكوى اهي، تحسوا ان هي عامله زي الاستانلس دلوقتي، شايفين بتلمع ازاي اهي، شايفين؟ ما فيهاش اي حاجه، بجد تحفه برضو مع المكوى، بدل ما ندعك وبالليفه وبالسلكه، وساعات المكوى بتبوظ من السلك، اوعي تحطي فيها سلك. في حاجه تانية برضو عايزه اقول لكم عليها يا بنات، هي شايفين الكوتشيهات عامله ازاي؟ طبعا ده منظر عندنا كلنا. انت ممكن بقى تخلي واحده مخصوص، تجيبي كذا واحدة، تخلي واحدة مخصوص للكوتشيهات. بصوا اهو قدامكم في ثواني، من غير بقى ولا معجون اسنان ولا حاجة خالص، شايفين؟ شايفين الفرق بين هنا وهنا؟ اهو بصوا الاسبونشة اهي، شايفين البياض عامل ازاي؟ ده بس ايه يعني، يدوبك من غير دعك ولا حاجه، بس كده من غير اي مجهود معاكي.
ساعات برضو يا بنات بيبقى عندنا الطاسات لما نعمل بيها حاجة فيها دهون، برضو غسلتيها تحسي فيها دهون. تمام، احنا ايه الاسبونشة بتاعت الشوزات اهي، عشان محدش بيقول انت خدتي من الاسبونشة دي حطيتي في الطاسة ولا كده. لا يعني بصي، انا خليت لكم الاسبونشة دي اخر حاجة عملتها بيها هي الكوتشيهات، على ان انا عارفة برضو في ساعات بيجي لي تعليقات غريبة. فاهي الطاسة برضو هنبل دي شوية مية، بصوا اهي شوية مية كده بسيطة، ونروح جايبين التيفال اي او اي حاجة. تمام، ونعمل كده بتخليلك من جوه مفيش اي نوع من انواع الدهون. لو فيها اي برضو حاجة معاكي لزقة او اي حاجة بتطلع، بتخليلك يعني عارفة الملمس اهو بيزيق، عارفين انتوا حاجة اسمها بتزيق، هي دي. بصوا يا بنات برضو انا كنت موريكم الستانلس اللي هو الطبق بتاع البولة ده. بصوا لو اي حاجة عندك ستانلس، شايفين هو مع الستانلس كمان تحفة اهو قدام عينيكي. بشوية مية بس وعملنا كده اهو. اي بقى حلل، اي حاجة عندك مثلا الحوض بتاعك، يعني انا دلوقتي بصوا انا عملت لكم كل الحاجات اللي انا ممكن اعملها لكم عملي قدامكم. وما تنسوش المرايات، المرايات تعملوها من وهي ناشفه من غير ميه، هتلاقوها تحفه. شويه ميه، يعني كل الحاجات دي عملناها بشويه ميه بسيطه الا المرايه، اعمليها وهي ناشفه. طيب بالنسبه للاستعمالاتها تاني، ايه استعمالاتها ممكن اللي انت تعمليها وتحفه معاها؟ اول حاجه الحيطان، الحيطان يعني انت عندك حد عامل على الحيطه، انا كنت عامله لكم قبل كده برضو عملي على الحيطه، فعشان كده مش هعمل لكم دلوقتي. اي قلم، فلوماستر، رصاص، اي حاجه على الحيطه بشويه ميه وبتعمليها بتبقى زي الفل. قلت لك انا الابواب، الابواب الخشب اللي هي الفواصل الخشب اللي بين الباب والحيطه، الشبابيك الخشب بتخليها تحفه بجد والله. جربوا الازاز، بتلمعي ازاز اي ازاز الموبيليا عندك، خشب الموبيليا بتلمعيه، كل ده انا جربته عليه حلو جدا جدا، يعني اصبح اللي هو كل حاجه كمان للجلد اللي هو الكراسي الجلد بتاعت العربيات، او لو انت عندك انتري جلد، اي حاجه جلد بتخليها بتبرق، اي شنط بتاعتك اي لون بتخليها برضو بتبرق زي ما وريتكم كده. لو عندك بقعه سريعه كده كمان على الهدوم بتاعتك، هدومك جالها بقعة كده سريعة، ممكن اللي انت في ساعتها كده تروحي عاملاها بتطلع معاكي. انا جربتها، بس الحاجات اللي هي يعني لسه معمولة دلوقتي ويعني على طول، يعني لسه طازة وحاجات بسيطة. هقول لكم ايه كمان، قلنا الزجاج، كمان لو عندك مثلا برطمان في الاستيكر بتاعه، شلتي الورقه وفي اللي هو اثار بقى اللزق والاستيكر، هتروحي عاملاه كده برضو بشويه ميه بالاسفنجه، هيشيله معاكي على طول. يعني بجد في الاخر انا كنت فاكره اللي هي، بصوا كمان يا بنات لو انت مثلا عندك اهو، بصوا اي حاجه عايزه تلمعيها كده، لو عندك اهو ده بتاع بهارات كده وانت واقفه عايز يتلمع اهو، بيخليهولك بيبرق في ثانيه. اي حاجه عندك عايزه تتلمع ممكن اللي انت تعمليها، بس هو ده الكمون عامل فوق اهو شايفين. اي حاجه انت عايزه تعمليها في ثواني، في ثواني هتطلعها لك، يعني دي اصبح اللي هي مش لحيطان بس، لمليون حاجه. يا رب اكون افدتكم بالفيديو، لان انتوا سالتوني كتير عنها اعمل بيها ايه، فيا رب تكونوا استفدتوا ويا رب تكونوا افدتكم يعني. ولو استفدتوا ما تنسوش اللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم، باي باي.